أزميلي بالطول وبرضو بالعرض انتي جيتي متأخر معلش ارتبطت الفكرة مش فيها قاعد في قطك مش شغل ادعية دي عيوبك عيب تبقى عيب مش فاكر والله كم حاجة في الجيب بقطع الباب بحس انه كيك باكل الجو ده زي الستيك تنساش والدن بحط عليك وفرفان في جيبي كاش والتاني جانب بجيبلي صاحبتك اديها الريفان اقطع الشيك بزل بيب جامتي بيشوفوا ان شيك ازميلي دي سالة بالليش اما شيك البنت كانت سالة الغلط كان فيك البنت كانت سالة الغلط كان فيك ما تيجي نتكلم شوية في اداء عالفكرة ما زهقتش كان عندي اسباب عالحجرة مرجحي من غيري رياحي قلت لها تفتحي ولا اكسر الباب كل لما بمشي بكعبل في فرصة بعمل فلوس من غير ما افهم البورصة راكب بهايم ومعايا الرخصة شفت الرخيص بس ما شفتش في رخصة كل لما بمشي بكعبل في فرصة بعمل فلوس من غير ما افهم البورصة راكب بهايم ومعايا الرخصة شفت الرخيص بس ما شفتش في رخصك هنتش واجري بس هاجي تاني على طول في بالكو فانا مين نساني ربنا يعلم قد ايه بعاني والناس بتفكر ان اكيد اناني بس قشطة عادي انا برضو مكمل مفيش خسارة عشان منها بتعلم صحاب مصال صحاب تسن وصحاب تكراني بس تشوفني تسل قدمت السبت ومش مستني حد بكرة خميس فهنلاقي حل قلت لها تنساني معرفتش تنساني علاقتنا خنقاني كانت زي الحب نحضر تولع من غير اسم نحضر تولع من غير اسم كوز عندي اخوات رافيلي لازم نحضر تولع من غير اسم نحضر تولع من غير اسم كوز عندي اخوات رافيلي لازم كوز عندي اخوات رافيلي لازم لما بمشي بكعبل في فرصة بعمل فلوس من غير ما افهم البورصة راكب بهايم ومعايا الرخصة شفت الرخيص بس ما شفتش في رخصة كل لما بمشي بكعبل في فرصة بعمل فلوس من غير ما افهم البورصة راكب بهايم ومعايا الرخصة شفت الرخيص بس ما شفتش في رخصك شفت الرخيص بس ما شفتش